أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. لقد أشرفنا على الآيات الأخيرات من سورة الغاشية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ الآيات. وقلنا لكي نربط بين ما سبق وبين ما هو آت، الله تبارك وتعالى لما ذكر أحوال القيامة وأحوال النار وأحوال أصحاب النار من طعام لهم وشراب وعذاب ونكال العياذ بالله، ثم ثنى بأصحاب الجنة وما فيها من نعيم مقيم وما فيها من لذات وما تصر به الأنفس والأعين، ثلث بالنظر إلى ملكوته العظيم. وقلت لكم يا إخواني الكرام، حتى نبطل الفرية التي تناقلها أعداء الإسلام ومن تربى على مذهبهم أن القرآن ليس فيه ربطا موضوعيا، وإنما القرآن يتكلم مرة عن الأحكام ومرة يتكلم عن الجنة ومرة عن النار ومرة عن القصص. هذا كله فرية عظيمة وكذب مختلع. فإذا قصر فهم الإنسان عن فهم القرآن ومقاصده فذلك يرجع إلى قصور ذهن الإنسان. وإنما القرآن يا إخواني الكرام الوحدة الموضوعية والربط الموضوعي الذي تناوله لا يوجد في أي كتاب. إذن الله تبارك وتعالى، لأن واحد يقول لك كيف ربي سبحانه يتكلم على النار يتكلم على الجنة، والآن يقول لك إلى الإبل، ويش دخل الإبل في الجنة والنار؟ نقول له يا أخي الكريم، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن العظمة، عظمة خلقه في النار وعظمة خلقه في الجنة، تعجب الكفار، كفار المشركون، مشركو قريش تعجبوا، قالوا كيف لهذه النار وكيف لعذابها وكيف لطعامها وشرابها، ثم كيف لهذه الجنة ونعيمها وكذا. الله تبارك وتعالى ألفت نظرهم إلى أشياء محسوسة يشوفوها بعينهم، لأن الجنة والنار أمر غيبي، حتى واحد ما شافه إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا شافوه، بينما الناس الآخرون لم يروا، وإنما هو أمر غيبي، حاجة في الغيب لا يعلم كونها إلا الله تبارك وتعالى. لما تعجبوا من الأمور الغيبية هذه، الله تبارك وتعالى أعطاهم كما نقول أعطاهم دليل قطعي يرونه في المشاهدة، أعطاهم دليل وبرهان، ألا وهو أنكم أنظروا إلى هذه الإبل كيف خلقت، وهذه السماء كيف رفعت، وإلى هذه الجبال كيف نصبت. يعني من هنا يعني يتبين لكم عظمة الله تبارك وتعالى وجليل قدرته. فهمنا كيف؟ لما الله تبارك وتعالى قدر أن يخلق هذه الدواب المختلفة وهذه السماء العظيمة وهذه الأرض الكبيرة وهذه الجبال الأوتاد، القدرة تاعه لما قدر على هذه فكذلك هو قادر على أن يجعل جنة ويجعل نار ويجعل لها مثلا أدوات ويجعل لها نعيم ويجعل لها مثلا نكال وهكذا. والله تبارك وتعالى لقائل أن يقول
لماذا الله تبارك وتعالى خص من دون الحيوانات الإبل، بينما هناك أعظم من الإبل في الفيل؟ لماذا الله تبارك وتعالى لم يلفت نظرهم إلى الفيل كيف خلق، وإنما لفت نظرهم إلى الإبل كيف خلقت؟ وذلك لحكمة عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا خاطب ناس في بيئة معينة كانت غالب دوابه وأعظم دوابهم التي لا تنفك عنهم في حلهم وفي ترحالهم وفي أسواقهم وفي معاشهم، كانت يعني الدواب التي لا تنفك عن العرب أو الجزيرة العربية هي الإبل، لذلك سموها سفينة الصحراء. سفينة البحر هي معروفة، وسفينة الصحراء هي الناقة والجمل، لذلك يشرب ما يزيد على 70 لتر دفعة واحدة، ويستطيع يصبر أسبوعين وثلاث ما يشرب. يعني فيه من الخلق العجيب ما لا يوجد في غيره، لا فيل ولا غيره. لذلك الله تبارك وتعالى بدأ به، قال منظروا، إذا يعني قصر ذهنكم ولم تعتبروا بعظمة الله تبارك وتعالى وجليل قدرته، انظروا إلى هذا الحيوان العجيب كيف خلقته، وهو الإبل وهو الجمال، لأن فيها من العجائب ما لا يوجد في غيرها. أولا تستطع أن تصبر على العطش الشديد لمدة أكثر من أسبوعين، ثانيا على أنها دابة يقول لك إذا بركت لا تحمل أي دواب، لا تحمل وقرها إلا جمل باركا. ما معنى الكلام هذا؟ يعني الجمل لما تحط فوقه هو بارك، تحط فوقه قد وزنه، إذا كان هو يوزن 2 قناطر تحط فوقه 2 قناطر وتنوضه ينور، بينما الجمل لو تحط فوقه وزنه، لو أقول الفيل ولا غيره من الدواب العظيمة، لو يكون بارك وتحط فوقه غير نص الوزن تاعه ما يستطيعش تحلل، فهمنا كيف؟ بينما الجمل تحط فوقه وزنه وتنوضه ينور، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه قدرة عظيمة، فهمنا كيف؟ والصحارى يا إخواني الكرام لم تطوع بفضل الله تبارك وتعالى إلا بهذه الدواب العجيبة. وفيه كذلك خصلة حميدة حمدها الناس الذين عايشوه، وهو أنه يستحي، الجمل يستحي، صحيح أنه صعب وأنه صعب الميراث، ولكن يستحي. فإذا أراد يعني صاحب الجمال أن ينزو بعضها على بعض، لو كان يرى أن هناك عين ترقبه لا يطلع على أنثى أو لا يجمع أنثى. إذا جبنا مثلا جمل مع ناقة بدنا نعسو فيهم باش كما نقولوا احنا نربو منهم، ويشوفك تعس ما يدير والو حتى تروح انت، لذلك ما يستطيع حتى واحد يقول أنا شفت الجمل مع الناقة، مثل الثور مع البقرة ولا الغنم مع بعضها بعض ولا المعنز مع بعضها بعض، لا هذه موجودة، ولكن الجمال مع الأنثى تاعها حتى واحد ما يشوف، إلا من جعل له كمين يتخبى له ويشوف واش يدير، ويقول لك حتى في حالة ما إذا اختبى ثم خرج وراءه الجمل يقول لك يطرده حتى يأكله، إذا عرفوا باللي كان متخبي له ويعس فيه يرتفوا ويتبعوا حتى يقتلوا. يسمى يقول له كشف عليه، ستر كشف عليه الحياة تاعه ما يبغيش، فهمنا كيف؟ بينما نحن بشر، فالإنسان يعني أصبح ينزل إلى دركات أعظم من دركات الحيوانات والعياذ بالله. إذن الله تبارك وتعالى يعني تكلم عن هذا الحيوان العجيب ولم يتكلم عن غيره، لأن هؤلاء الناس كان همهم الأكبر هو الإبل. حتى الإنسان يعني اللي غني واللي مثلا عنده عز وعنده شرف يقول لك فلان عنده إبل كثيرة، عنده إبل كثيرة، يعني هذا هو الغنى تاعهم، ما يقولوش عنده أراضي كثيرة ولا عنده غنم كثيرة، وإنما كانت الإبل هذه أهم حاجة يعتزون بها،
لذلك الله تبارك وتعالى لفت نظرهم إلى هذا الحيوان العجيب وقال لهم: إذا لم تؤمنوا بجنة ولا بنار ولم تؤمنوا بهذا الخلق العجيب اللي هو في الغيب، آمنوا بهذا الخلق الموجود أمام أعينكم باين، أو اللي واجد، كل واحد عنده جمل، كل واحد رأيته، هل الجمل هذا خلق نفسه بنفسه ولا أنتم خلقتوه؟ وبينما هو قلت لكم يعني من ما يستطيعش الإنسان يحصر العجب بتاعه، بحيث لما الإنسان يشوفه يرعى ويشوفه يأكل من الشوك، الإنسان القلب بتاعه يعني يشمئز. شوك وما أدراك يقول يأكله مثل ما تأكل أنت الخبز، بينما الحيوانات الأخرى ما يستطيعوش. البقرة ولا لو كانت تضربها شوكة تبقى جالسة ما تبغي تأكل ولا شيء حتى تنحل الشوك، بينما هو أحسن لذة عنده الشوك، يأكل الشوك. يقول لهم يلا شوفوا هذا الحيوان العجيب، شوفوا هذا الحيوان العجيب وتذكروا فيه، تدبروا فيه، تعرفوا العظمة أنت عربي سبحانه. لأن الإنسان لما ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى من هناك يصبح عنده دليل قطعي على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. لذلك الله تبارك وتعالى يلفت نظر هؤلاء المشركين أن ينظروا إلى هذه الإبل كيف خلقت. ولذلك الله تبارك وتعالى كما قلت لكم كل آية التي جاءت يعني فيها لفت أنظار إلى الكون وإلى المخلوقات وإلى عجيب خلق الله تبارك وتعالى فكلها مكية. لماذا؟ لأن العصر كان عصر جاهلي، والعصر كان عصر كفار ومشركون وناس يعني ذوي عناد شديد. الله تبارك وتعالى يعني ألفت نظرهم وعقولهم إلى ما يحيط بهم في هذه الكائنات كلها. همنا لذلك يا إخواني الكرام الإمام الشافعي يؤثر عنه أنه كان جالس تحت شجرة من توت، فجاءه أحد الزنادقة اللي كانوا زمان يأتون إلى العلماء حتى يلبسون عليهم دينار ويأتونهم بالمعضلات وبالشبه حتى يعني يربكوهم. جاء واحد الشافعي وجالس يتذاكر كتبه تحت شجرة التعتوت، جاء ليه وهذا الرجل هذا يعني ليس له دين، قال له كيف واشرك تقرا؟ قال له نقرا في الكتب. اي كتب؟ قال له كتب الدين التي تقربني الى الله. قال له هذا الله لا تقربك ليه؟ وين شفته؟ وين تعرفه؟ وين كاين؟ قال له انا ما شفته ولا نعرفه ولا كاين. قال له عندك دليل؟ برهن لي باللي موجود. فهمنا؟ لأن بعض الناس كثيرين الآن يقول لك أنتم شكون اللي شاف ربي وقال لا هذو جدودكم هما اللي داروا لكم العبادة هذه وخلاص. فهمنا؟ صحيح لنفرض جدودنا داروا لنا العبادة هذه، ولكن ماشي جدودنا اللي داروا لنا الشمس والقمر والبحار والأنهار والمخلوقات العجيبة، ما خلقوهاش جدودنا. فهمنا؟ شبه هذه من زمان من عهد سيدنا نوح وهي تلقى حتى الآن حتى تخلص الدنيا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما زال الشيطان يأتي إلى أحدكم، والحديث صحيح، يأتي أحدكم يقول له هذا خلقه الله وهذا خلقه الله، يعني هذه خلقها ربي وهذه خلقها ربي وهذه خلقها ربي، وبعدين الأخرى يمشي معه يتسلسل معه في الأحاديث، وبعدين يقول فمن خلق الله؟ يلا هذه خلقها ربي وهذه خلقها ربي وهذه خلقها والأخرى خلقها ربي وأنت خلقها. طيب وربي شكون خلقه؟ قال لك إذا وصلك إلى الشيطان يستدرج به ووصلك والحق إلى ربي شكون خلقه؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قنوط، وبدل الحديث. فهمنا كيف؟ لأن الشيطان يدخل له الوساوس ويربكه في دينه والعياذ بالله ويضله، لأن الله تبارك وتعالى لا تطبق عليه أنه مخلوق، وإنما المخلوقات التي دون الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء العلماء كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم فتحا عظيما، قالوا يلا نعطيك دليل بالله رب سبحانه موجود. قالوا يلا هذا الدليل. قالوا هذه الشجرة اللي نحن جالسين تحتها شجرة إيش؟ قالوا شجرة التوت. قالوا متأكد؟ قالوا متأكد. قالوا شوف تأتي الغنم تأكل من ورقها فتخرج لبنا سائغا، الجنة جت تأكل منها تخرجنا الحليب، صح موسى؟ قالوا الجنة لا تأكل منها خرجنا العسل.
قالوا الجدود التوت تأكل منها تخرجنا الحرير. من الذي فرق بين هذه كلها؟ انطق الرجل وحده قالوا الله. قالوا يلا روح. طيب ليش النعجم لما تأكل من شجرة التوت ليش ما تخرجناش التوت تخرجناش الحرير؟ وليش النحلة لما تأكل منها تخرجنا مثلا الحرير وهكذا وتختارت النظام؟ لا، كل واحد كيفاش خلق ربي سبحانه. دودة الحرير تأكل تخرج الحرير، النعجة تأكل تخرج الحليب، النحلة تأكل تخرج العسل، فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام كان العلماء الأوائل يعني عندهم أدلة عظيمة من الكون باش يستدلوا على عظمة الله تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة جاءه كذلك أحد الزنادقة وهو جالس على نهر الفرات في العراق، وجاله واحد من الزنادقة قال له ماذا تفعل هنا؟ قالوا أتدبر في خلق الله. واش راك دير هنا؟ قالوا راني ندبر في ربي سبحانه. واش خلق؟ كيفاش خلق الدنيا؟ قالوا وراء ربك هذا اللي تدبر له. قالوا انا مانيش حتى واحد، ما كان حتى واحد. قالوا كيفاش تدلني باللي الرب هذا تاعك موجود والعياذ بالله؟ قالوا اصبر اصبر. قالوا انا شفت واحد الحاجه عجيبه شفتها نقصها لك وبعدين سهل الامر الاخر اللي تبحث عليه سهل. قال له واش شفت؟ قال له انا شفت امر عجب. هذا ابو حنيفه النعمان الفقيه الكبير. قال له انا شفت واحد الشيء عجب. قال له واش شفت؟ قال له وانا جيت هنايا قبل ما تجي انت جالس على نهر الفرات، قال له شفت سفينه تنقل البضائع وتنقل الناس من الشط الثاني وتنقل جميع الاشياء ثم تاتي بها الى الشط هنا وتنزلها وترجع بدون ربها. فهمنا؟ قالوا انا قبل ما تجي انت قالوا شفت واحد السفينه تعمر الناس تعمر الغنم تعمر دبايب تعمر سلعه وتجي وحدها لعندنا اللي هنا كيما راني انا جالس وتفرق وتزيد تولي حتى واحد ما يسوقها. فهمنا؟ قالوا ذاك الزنديق قالوا هذا كذب، هذا عجيب وكذب. قالوا ليش؟ قالوا كيف السفينة تجي وحدها معمرة ناس معمرة خيرات تنزل وترجع وحدها؟ قالوا إذا يعني كذب هذا الشيء ما كاش منه. قالوا ما كاش منه. قالوا هذا الشيء اللي قلناه ما كاش منه. قالوا السماء وشمس وقمر والدنيا كلها تسير فوضى ما عاد حتى تسيرها. سفينة ما بغيتهاش تسير وحدها وكون كله يسير وحده. الراجل دعا له راح وأمن له راح تعجب أعطاه دليل برهان قطعي. قالوا لك نجوزوا أن السفينة تجي معمرة بالأدخال وبالأرزاق وبالناس وتنزل وزيد ترجع وتخدم وحدها تقعد مين يتحكم فيها؟ قالوا لا ما كاش منها. قالوا إذا كيفاش هذه ما كاش منها بينما الدنيا كلها راهي تمشي وتروح والشتاء تجي والصيف يروح والخريف يجي والربيع والدنيا منظمة والشمس تجي تشرق والبحار كل شيء منظم يعني فوضى هذاك وحاجة تخدم روحها بروحها. قالوا إذا كانها من وراء ذلك؟ قالوا من وراء ذلك؟ قالوا الله. قالوا روحي إذا هكا فهمت. فهمنا كيف؟ لأن يا إخواني الكرام العلماء الأوائل كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم في الأدلة القطعية هذه، ولذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى الكون حتى نرجع إلى عظمة الله تبارك وتعالى. بالمخلوقات نتاعو نعرفوه. هنا كيف؟ كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من أكيد الله تبارك وتعالى خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لآيات يعني دلائل واضحات قاطعات علامات يعني علامات عظيمة على وجود الله تبارك وتعالى، ولكن لمن؟ مو للناس كلهم، لأولي الألباب، للناس اللي عندهم العقول الناضجة العقول الصحيحة العقول السليمة الغير الملوثة والعياذ بالله بالإلحاد وبالكفر وبالزندقة وغيرها، هذا ما يفيد فيه شيء. فهمنا؟ لذلك لآيات لأولي الأبصار الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء أولي الأبصار منهم شكونهم؟ هذا الناس اللي عندهم العقول شكونهم؟ الذين يذكرون الله قياما هم واقفين يذكر ربي وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكروا في الخلق تاع ربي
وبعدين لما يتفكروا واش يقولوا؟ يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذو هما الناس المؤمنين لما يشوفوا العظمة تاع ربي سبحانه يقولوا يا ربي هذا الشيء ما خلقتوش باطل، خلقته لحكمة عظيمة أنت تعلمها. ليش ربي سبحانه خلق الكون هذا؟ الله تبارك وتعالى خلقه لكي يجعل فيه هذا الإنسان هذا لكي يجعل منه السعادة. لأن ربي سبحانه كثير من الناس يقول لك علاش ربي خلقنا سبحانه؟ ربي خلقنا باش نعبده وباش يدخلنا للجنة، ولكن إلا من أبى، اللي ما بقاش. لأن الله تبارك وتعالى ما تشوفوش تشوفوا جهنم وتقول لك كيف هاو ربي سبحانه ناوي يعذبنا. الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، يعني يرحمنا أكثر ما نرحم إحنا أنفسنا. كاين الإنسان يزعف يغضب يطلع فوق الجبل يرمي روحه ويطر أو نفسه مرحمهاش، يشرب سم يقطع أمصار أو نفسه مرحمهاش، يطلع العمارة ويكب نفسه على راسه أو نفسه مرحمهاش. فهمنا كيف؟ المرأة عندها وليدها يا وليدي يا وليدي يزعف تغلق عليه الباب روح بعدني وبعدك يلا اتحاوزوا. فمن كيف؟ الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا، يرحمنا أكثر ما يرحمون أمهاتنا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لكي يناعمنا، فهمتوا؟ خلقنا باش ينعمنا ماشي باش يعذبنا. ولكن اللي ما بغاش تنكب عن الطريق وقالت ما نخش الجنة تاعك اللي ما ندخلهاش. فمن كيف؟ بعض الناس هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم تدخلون الجنة فاللي ما بغاش. قالوا يا رسول الله ومن يعبى؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ واجدة مخدومة ريحة خارج ضوها منور كل شيء فيها زين يقول لك أنا ما نجيش ما نجيش. كاين بعض الناس يقولوا ما ندخل. قالوا له يا رسول الله شكون ما يبغيش يدخل؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، شكون يأبى ما يبغيش يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، اللي يطيعني يدخل الجنة، واللي عصاني فقد أبى. من كيف؟ لأن هذه ماشي قضية يجلس على قفاه ويقول لي إحنا ندخلوا. راهي الخدمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيما خدم وكيما عمل فمن كيف يدخل الجنة؟ واللي ما داش كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم وما طاعش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخلش فقد أبى وتنكب عن الطريق وبعد. طريق الرسول وضحها قال ايوا راح تضع طرق واحد اخرى وقال الثاني توصل للجنة. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى ارحم بنا من انفسنا وخلقنا لكي نعبده حق عبادته وخلقنا لكي يدخلنا الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رديفا لمعاذ، كان مرادف بعض الصحابة مراه قالوا يا معاذ أفهموا مني الحديث هذا مهم. قالوا يا معاذ ما حق الله تبارك وتعالى على عبيده؟ واش حق ربي علينا؟ إن احنا برقى أي واحد يقول واش حق ربي عليك مش عارف. حق الوالدين يقول لك نطيعوهم وكذا، ولكن حق ربي نصلوا ماشي صلاة واحدة. قالوا ما حق العبيد على الله؟ حق الله على العبيد ولا كيف؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هذا صحابي. قالوا حق الله على عبيده السمع، ولذلك العلماء جعلوا في هذا الكلام هذا في هذا الحديث كتبوا كتبا، وهو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. حق ربي علينا واش؟ قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد الأعباد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهمنا؟ قالوا حق الله تبارك وتعالى على العباد اسمعوا مليح أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق ربي، هذا اللي يسألنا ربي نعبده ما نشركوا به حتى شيء. بلا تشركها بربي سبحانه ما يعملش. واحد يقول له كيف نشركوا ببرا؟ نشركوا برا بربي يقول له موجود العجائز هنا والنساء بكري وبركة مازالوا في كل مكان. لما يزيد عندها طين تحكم سبع باري وتكسرهم وتديرهم في واحد وسمها في واحد الجعيبة وتعلقها له وتقول لك راه مسلح، يدخل العروسة ولا تدخل عليه الطير ولا تدخل عليه جريلو ولا يدخل عليه بوفطرطة ولا تدخل عليه صاوش، مانيش خايفة راه مسلح. فهمنا؟
هاي شركت فيه الشيء. لذلك لما قال لك لا يشركون به شيئا شيء، وقلت لكم أنا ذيك النار ما زلت أقول لكم كل حاجة يطلق عليها شيء وتشرك بها ربي سبحانه ربي ما يقبلهاش. لذلك الشرك راه عظيم ماهوش سهل، ماشي حتى نزل فرد كبير سيدي فلان عاد قال فلان الشرك ثم يقولوا شرك. كي تدي شمعة مكسرة نص شمعة ثلث شمعة من كيف شرك والعياذ بالله. لذلك نعطيكم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله في الحديث الصحيح أنه دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. اسمعوا هذه جديدة عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعد الراجل أدخل الجنة على جل الذبان والأخر أدخل النار على جل الذبان. فهمتم؟ لأن الذبان هذا حق ربي نهضر عليه في الجامعة وهضر عليه ربي بالقرآن. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. ذكر ربي الذبان في القرآن لا ذكره سهل. الذبان الذبان أكثر من بوين أكثر من مصانع تاع أمريكا كلهم بالعجيب اللي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم أخرجوه منه. هذه الكفار هذه الناس كلهم ما كانوا شيء أمنوا بهذه القضية. هذه شحال عندهم اللي كشفوها؟ ما عندهاش 50 ما عندهاش 30 سنة اللي كشفوها العلماء. هذه القضية ما عندهاش 30 سنة اللي كشفوها ولا 40 سنة أكثر تقدير 40 سنة. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث في صحيح البخاري ومنهم يعني عالم كبير مصري اللي هو الدكتور الشلبي منع هذا الحديث وقالوا كان البخاري يبعث من جديد يمنع الحديث هذا من كتابته. حديث الذباب معنى الحديث تاع الذباب يعني قال لك انت راك تاكل وطاحت لك الذبانه في الماكله. قال لك طاحت واحد يرفض الصحن ويروح يرميه للكلب ولا حد يعيد يقول لك يلا ما ناكلش كامل ينوض ويخلي. فهمنا هكذا نديروا حنايا. بينما شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يقول بزاف الناس ما يقبلوا الكلام هذا حتى جاء العلم وثبت. ولكن الاولين الحديث العلماء الاجلاء كانوا يقبلوا لان اللي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه على السمع والطاعه فوق راسنا فوق عينينا. ولكن بعض الناس يحسبوا يعاجوا التفسير ويعاجوا القران ويعاجوا الحديث بعقولهم الراشيه. عقولنا مهما كانت فاهمة ما نجموش نفهموا فيها الفهم الدقيق للقرآن وللحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طاحت دبانة في الماعون تاعكم وبدات هكذاك تنقز باش راح تطير غمسها لداخل وخرجها. علاه؟ فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. عندها زوج جناحتين ولا أربعة؟ عندها زوج. جناح اليمن فيه الدواء وجناح الاخر فيه المرض. هي كي تطيح تطيح على اللي فيه المرض. ومن هكذا باش تحط لك كما نقولوا الميكروب في الماكله تاعها. بينما انت تسهر يصبح الميكروب تاعها يقتلوا العلاج اللي في الجناح لك. والعلماء ثبتوا وبحثوا وعيروا جناحات تاع الذباب لقاو صحيح الكلام هذا. لقاو الجناح اليمن فيه العلاج والجناح اليسر فيه المرض. فمن كيف هذا الذبابة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان عنده مخبر في مكة؟ ما كان عنده ولا على البصر. ولكن اللي قال له هذا الرب اللي خلق الذبابة قال له يا محمد الذبابة راهي جناح فيها واحد فيه خير واحد فيه شر واحد فيه المرض وواحد فيه العلاج. إذا طاحت في الماعون تاعكم اغطسها وخرجها. يعني تصبح واحد ناقص واحد يساوي صفر. فهمنا؟ يعني اصبح مرضها نحى علاجها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما بعض الناس ما زالوا حتى الان يقول لك كيفاش هذا؟ ماشي شغلك. المهم حتى العلم الطب الحديث والعلماء اللي كل يوم لابسين الابيض وخايفين على صحتهم ثبتوا باللي صحيح كلام هذا. باللي تبانها فيها جناحتها فيها واحد فيها المرض وواحد فيها الصحه كي تخمسها لداخل وزمه خلاص المرض هذا باللي حطاته قتلوا الدواء اللي في جناح الاخر. إذن الذبابة هذه يا إخواني الكرام من العظمة. الذبابة هذه من العظمة نتاعها ما يستطيعش الإنسان يفسرها. لأن العلماء أذكر واحد مرة في مجلة يقول جلس 16 سنة متخصص في الذباب. قال ما عرفناش ما يعرفش السير تاع كامل. جاب علم وخلى أشياء غابت عنه علم كثير غاب عليه.
هذا الذباب هذه إخواني الكرام باش نقول لكم ولا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنسان دخل النار على جلد دبانة وإنسان دخل الجنة على جلد دبانة. اسمعوا مليح يا الناس اللي يقول لك احنا واش درنا كي نروحوا المرابطين احنا دينا غير شمعة ولا قفة ولا دينا جبنة ولا دينا غير عمود ولا مانيش عارف كيفاش الرجل هذا يدخل الجنة على جلد دبانة ويدخل النار على جلد دبانة. اسمعوا مليح يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث صحيح كان رجل يمشي في فلات كان رجل يمشي في صحراء رايح مسافر ألقى ناس يعبدوا صنم يعبدوا فيه طرف الطريق قالوا له أين تريد قال أريد القرية الفلانية وراك رايح نروح المكان الفلاني قال ولكن لا تمر على هذه الطريق إلا إذا نذرت إلى صنمنا شيئا حنا ما خلوكش تروح حتى تعطينا الزيارة للصنم تاعنا الزيارة يعني حنا كي نروحو ما يقولوش شيء يقولوا الزيارة باش يدخلوها في المباح قالوا حتى تحط الزيارة للصنم تاعنا نذر تنذر للصنم تاعنا قالوا أنا ما عندي ما ننذر قال لهم انا ما عندي ما ننذر ما عندي غنم ما عندي بقر ما عندي ناقه ما عندي ولا شيء هاكو تشوفوا يديا والمزاد فيه تمر فيه الخبز فيه هذا ما فيه وما يبغوا الحاجه اللي فيها الروح ما يبغوش خبز ولا كذا هذا الناس الطواغيت قالوا له هذا اللي كاين قال ما عندي والو شاف الذباب يعجج قال لهم طيب قالوا له احنا ماناش تاركينك حتى تعطينا حاجه للصنم تاعنا اقتل ذبانة حطها عند رجلين الصنم وراح فهمنا سرحوا لما مات الله تبارك وتعالى بعثوا وقالوا الذبابة اللي اقتلتها انت واعطيتها للصنم انت اللي خلقتها الصنم خلقها من خلقها قالوا انت يا رب قالوا ليش تعطيها ليش تعطيها فقد اشركت بي لاحوا في جهنم إذن خليها راهي تعجل إلى أذاتك اقتلها وإلى ما أذاتك تعطيها للصنم لا باش تشوف ولا يشركون به شيئا علاش ربي قال شيئا باش اللي تقول أنت سلي وراه يقول لك لا 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 الشرك ما تشركش ولو نص الدبانة ولو نص برا شرك شرك لما جاء الرجل المؤمن واحد آخر وصل لعندهم قالوا له أين تريد؟ قال من القبيلة الفلانية قالوا له إحنا ما نش مسرحينك حتى تعطينا حاجة للصنم تاعنا تنذر حاجة فهمنا؟ قال لهم حتى تنذر حاجة للصنم تاعنا قال لهم أنا لا أنذر إلا لله أنا ما نعطي إلا ربي أنا ما نذبحش إلا ربي وما نزور إلا ربي يا راجل كيف نقتلوك ندير القلم قالوا صاحبك او جاز على غير الدبانه والمقلم ولا دبانه الدبانه شنو خلقها خلقها ربي نعطيها لكم الصنم تاعكم قالوا حتى الدبانه قال لهم حتى الدبانه الدبانه خلقها ربي مخلوق من مخلوق الله لا نقتلها لكم ونحطها لكم عند الصنم تاعكم يوم القيامه يجادلني ربي وحاجه فهمنا لما عيو فيه ما بغاش يعطي حتى ذبانة بينما احنا عطينا الفراد وعطينا العجامة وعطينا الغنم وعطينا الشماع والمصابح والمكلسة وكل شيء عطيناه وقلنا واش درنا ما درنا والو ورانا في ما درنا والو اللي توبته بالله عليه واللي ما زال هاي الاحاديث رانا نهضروا فيها واللي ما عجباتوش انا نقول له كتب وروح يقرا وخلاص ما يكسرناش راسه لما عيوا فيه قالوا حتى الذبانه ما تعطيهاش اسد قال ما نعطيش الذبانه خلقها الله ويوم القيامه يحاجني ربي عليها قتلوا ولكن قتل شهيدا قتلوه لما مات الله تبارك وتعالى قالوا ادخل الجنه لأنك ما أشركت بي شيئا ما أشركت حتى حاجة شعرة ما أعطاهاش لذلك الشرك يا إخواني الكرام
لا يشركون به شيئا. هذا هو المؤمن الصحيح. ولا يقول لك هذه واش فيها وهذه واش فيها، يا اخي ما تقولش واش فيها، قول الشرع جوزها ولا ما جوزهاش. هذا هو المؤمن، يجير الشرع، الشرع هو الحاكم. اما العقول واش فيها، الدنيا خربت وراح الدين كله كلمة واش فيها. ولذلك نرجع الحق ربي سبحانه علينا، قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ راك عارف يا معاذ اللي هو الصحابي الجليل، تعرف حق ربي على الناس واجنه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. حق ربي علينا، سمعوا حق ربي علينا واجنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العبيد أو على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيء اللي يطلق عليه شيء ما تشركوش أي حاجة، لا. فهمنا باش نفهمكم باللي ربي خلقنا باش نعبدوه، وخلقنا باش يديرنا في الجنة، غير اللي ما بغاش يدخل. هذاك اللي ما بغاش يدخل، دخل النار على بينة. النار هذي أججة ومروح داخلها، كما يقولوا بالعامية الهير، هو بغى. وبعدين قال له يا معاذ وما حق العبيد على الله؟ حقنا احنا على ربي. شوف ربي سبحانه العظمه نتاعو، اجعل لنا حقا والا احنا عبيده. ربي سبحانه من رحمته بنا قال عندكم عندي حق بنا، ما المفروض ما عطينا حتى حق، احنا عبيده، لا احنا في الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو ادخلنا الجنه جميعا فبرحمته. ربي سبحانه لو كان دخلنا كنا للجنة فبرحمته، ولو أدخلنا جميعا النار فبعدله. فهمتوا؟ لو كان دخلنا كامل للجنة برحمته، ولو كان دخلنا كامل للنار بعدله. شو عاد يقولوا؟ لا لا خرجنا نخرج، وشنو هذا؟ هذه ما يخدم هذا. كش واحد يدافع ويهدر، والله ولا يهدر واحد. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الزعماء ولا عظم العرب ولا عظم العجم، بلك تقولوا الرؤساء المنفوخين واصحاب الجنرالات والبشوات والبهوات يتكلموا يوم القيامه يقولوا يا رب شنو هذا؟ هذا في الدنيا. اما في الاخره حتى واحد ما يهدر الا الرسول صلى الله عليه وسلم، يهدر بعد ان ياذن له الله. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الاذن من الله. عاد تكلم يا محمد واش تبغي؟ اما على طول السلام عليكم ما كايناش، فوضى عند ربي ما كاش. فهمنا كيف؟ اذن ربي اعطانا حق، يعني من رحمته وعدله انه اعطانا حق، والا ما عدنا حتى حق عنده. بغى يديرنا في الجنه برحمته، بغى يرمينا في النار بعدله، حتى واحد ما يسال. لا معقب لامره، لا يسال عما يفعل. ربي حتى واحد ما يسال يقولوا علاش راك تدير هكذا؟ فهمنا كيف؟ لأن هذيك أمري وأمرك وأمر الدنيا، عنده الوزراء، عنده الحواشي، عنده فلان، عنده اللي يوري له، عنده السكرتير، عنده فلان، عنده المستشار، يقول له هذا الشيء ما يجوزش، دير هكذا دير هكذا، ربي ما يشاور حد ولا عنده حد. فهمنا كيف؟ وحده. إذا دخلنا للجنة برحمته، دخلنا النار بعجله، ما ظلمناش. ما ظلمناش، لو أدخلنا النار لم يظلمنا. لأننا ما خلصناش. فهمنا كيف؟ إنسان لما يتلاعب تجي الغرامة عليه وما يخلص وينحوا له الدوزان ولا يرموه في السجن، قال لك ما خلص. فهمنا؟ احنا لما يروحنا في جهنم ما خلصناش، واش خلصنا؟ صلينا 4 ركعات ولا 5 ركعات ولا 5 ركعات قلنا دينا الجنة، نخلصوا غير شربت ما في جولي، يلا. نخلصوا غير مرنوس بنادم يدفى به يخلصوا، يلا هات. في الوقت اللي الناس البارح يتكلموا في افغانستان راهم يموتوا من الثلج، 2 مترات تاع الثلج فوق الارض، والناس ما عندهمش غير السماء، مغطين السماء والارض مزال ما عندهم. فهمنا كيف؟ وراء الخلاص ما كاش، ما دام ما كاش خلاص يلا روحوا الجهنم، وما نجوش نقولوا خلصنا، واش خلصنا؟ والله الانسان لو يجري ساجد لله تبارك وتعالى الا ان يموت وهو ساجد ما يخلص ولا شيء. فمن كيف؟ لذلك النعم رانا غاطسين فيها من أرجلنا إلى رؤوسنا. فمن كيف؟ نعم الله تبارك وتعالى، فلا نؤديها في هذه العبادات
الصغيرة هذه إنسان نهار كامل وسايب لما يسمع الله أكبر كان يلبي كان ما يلبيش. حياتنا كلها عندنا ساعة هي لنفوسنا وال 23 ساعة كلها ضايعة في الخدمة. ساعة اللي رانا نعبد بها ربي خمس وقات يلا نديروها في ساعة فهمنا كيف؟ وال 23 ساعة رانا هاملين وقال لك نزيدوا الجنة. لا يا أخي الجنة والله مكرمين من الله تبارك وتعالى، يعني هدية من الله تبارك وتعالى يعطيها لأوليائه. مثل أنت ما تخدم عند واحد يعني يكون صاحب خير وصاحب فضل وصاحب كرم، لما يشوفك كبرت في الخدمة وتعبت يقول لك روح تيا ونارك طالع فهمنا كيف؟ وروح راه عندي واحد القصر ليه طرف الجبل مليح منور جاهز روح كمل عقوبتك فيه يلا هاك هاك الفاتح روح فهمت؟ ها فما بالك بالله تبارك وتعالى هكذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول عبادي عبدتوني ولم تشركوا بي شيئا هذه الجنة دخلوا تنعموا فيها هدية من عندي ما هيش بخدمتنا وإلا خدمتنا والله ما تخلص لنا شربتنا شربتنا ما تخلصها لنا نهار سحور. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى لما جعل لنا حقا فهو بفضله وتكرمه علينا وإلا ليس لنا حق على الله. حتى واحد ما يسأل نعمنا برحمته عذبنا بعدله بدون ظلم وما ربك بظلام للعبيد ربي ما يظلمش العباد. اسمعوا حق ربي واسمعوا حق العباد. حق ربي وشنو؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. كل واحد يحفظ هذا. حق ربي وشنو؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هذا هو حق ربي. طيب حقنا على ربي اللي هو تبرع علينا به، هو أعطاه لنا، ما هو؟ اسمعوا شوفوا ذاك الفضل الإسلامية. قال وتدري يا معاذ حق العباد على الله. حق العباد على الله وشنو؟ قال له ما هو يا رسول الله؟ قال له أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. إذا عبدوه ما شركوش به يدخلهم الجنة، هذا هو حقهم. يخلص حق اللي عبدوه ما شركوش به. هما حقه نعبدوه ما نشركوش به. فهمنا؟ حقنا أننا يدخلنا إن شاء الله الجنة إذا ما شركناش به، إذا طبقنا. إذا خدمنا. أما يدير قراءة وقراءة يقول لك خاطيني فهمنا كيف ما كاش منها. أنت ما خدمت ما كنال. اللي زرع يحصد واللي ما زرعش ما يحصلش. يبقى يتفرج الناس يحصدوا ويعض في صباعتين. فهمنا كيف؟ لذلك يا أخي العزيز إذا بغيت تدخل الجنة فاعرف ما هو حق الله. حق ربي وش؟ وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. ما تشرك به والو. وانت الى درت هذا الشيء هذا اعرف باللي راه عندك صك شرعي من الله تبارك وتعالى وموقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللي تدخل الجنة. باللي تدخل الجنة. اللي يعبد ربي وما يشركش به يدخل الجنة. فهمنا كيف؟ ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا يا اخواني الكرام العظمة نتاع الله تبارك وتعالى في الملكوت انه يقول لهؤلاء الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ روحوا شوفوا الجمال كيفاش خلقها ربي سبحانه تنتبهوا لعظمة الله تبارك وتعالى. وقد كان العلماء جميع يعني زمان منهم شريح القاضي كان لما تكون عنده فسحة هذا الرجل يعني العظيم لما تكون عنده فسحة يقول لأصحابه تعالوا بنا نخرج إلى البادية حتى نرى الإبل كيف خلقت. يقول له مروى حويت أصحابه هذا الرجل هذا يعني كان أحد كبار العلماء وكبار القضاة في التاريخ الإسلامي اللي هو شريح القاضي وكان سيدنا عمر ولاه القضاء وكذلك علي رضي الله عنه لما تكون عنده فسحة في وقته يقول له مروى روحوا نشوفوا ربي كيفاش خلق الإبل يخرجوا للبادية يشوفوا هما ما شافوش ولكن يزيدوا يقووا إيمانهم كما الإنسان يروح للجبل يروح للبحر وحده خايف يشوف يشوف في ملكوت الله تبارك وتعالى حتى إذا غرورقت عيناه من الدمع الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذيك العين ما تمساش النار. لما الإنسان يخزر يتأمل في ملكوت الله وفي العظمة نتاع ربي سبحانه ثم عينيه تدمع يقول لك يوم القيامة العين ذيك ما تمساش النار. وعين بكت من خشية ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع.
راجل جالس غير هو وربي في الخلاء وشوف العظمة تاع ربي وشوف الملكوت تاع ربي سبحانه، يعني جات العبا ونزل دموع من عينيه، يقول لك هذا في يوم القيامة عينينا ذلك ما تأكلهمش النار. علاش؟ إن بكيت من خوف الله أو غرقت بالدموع من خوف الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يا إخواني الكرام هذا النفس هذه يعني تميل وهذا النفس تهرب، لذلك الإنسان يذكرها بالله يذكرها بملكوت الله، ينظر العظمة أنت عربي سبحانه كيفاش خلق، كما قلت لكم في الآية لآيات لأولي الألباب، فإلى آيات للناس كلهم، وإلى الناس كلهم رايحين جايين يصرعون ويمرحون في هذه الأرض ولا أحد ينتبه، الناس راهم عايشين فوق الأرض هذه ما يهمهم، كيقول لهم قلت الطبيعة واش لي هذه الطبيعة يلا يخطط نفسها بنفسها، حاشا لله، الطبيعة صح ولكن من طبعها؟ طبعها الله تبارك وتعالى، من أذن لها؟ مش ما تقعش الخلل والفوضى؟ مرة يقول لك السمش حبست 20 يوم ما طلتش ولا القمر هرق ما زادش ولا وما كاش، مرة صار ذلك؟ من اللي خلق ربي الأرض والدنيا ومناطقها؟ الشمس تجي وتروح، الليل يجي ويروح، القمر يجي ويروح، وهكذا عمرها ما تعقلت القضية، فهمنا كيف؟ لذلك الأمر هذا من ورائه مدبر حكيم ألا وهو الله تبارك وتعالى. لما نبههم أو لفت نظرهم إلى الإبل كيف خلقت ثناها بالسماء. الإنسان لما يركب على الجمل أول حاجة تتبادر إلى ذهنه السماء العلو، يزيد يشوفوا الجمال كيفاش خلقها ربي وشوفوا العظمة تاع السماء كيفاش خلقها ربي. إذا تعملتوا في هذه المخلوقات سترجعون حتما إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه أدلة قطعية. يقول وإلى السماء كيف رفعت، سماء مرفوعة بغير عمد نراها، كاش ما جبتو سواري السماء محطوط لها سواري كما الجماعة، الجماعة هذا لو ما نحطو له السواري السقف ينزل وما حتى سقف ما يطلع بلا سواري، ولو خيمة لابد من العمود في الوسط، فهمنا؟ بينما السماء راهم الكفار والملحدون وأعداء الله يقول لك السماء أنتم ليش تهدروا على السماء، السماء عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض، فظهرت هذه الزرقة من أثر تراكم الغازات وتراكم الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وغيرها. ما تهدرش على السماء، السماء ما كانتش مبنية، سمعتوا هكذا يقول لكم أصحاب الطبيعة وأصحاب الجيولوجيا وكذا، يقول السماء ماهيش مبنية، اسمها عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض، نيتروجين أكسيدين وأكسجين وهيدروجين غازات، لما الغازات هذه تراكب فوق بعضها بعض بالك سرقة أو الزرقة هذيك اللي تبالك فهي انعكاس البحر مرايا، لأن السماء كاين مرايا شافت البحر، البحر ظهر لك في السماء هذاك هو، هكذا راهم يقول لكم وتقراوا في الكتب طلاب اللي يقراوا. ولكن نحن يا إخواني الكرام نصدر من الكتاب والسنة، نحن صح إذا كان العلم يوافق الكتاب والسنة أهلا وسهلا به، كان ما يوافقش الكتاب والسنة نرموه مهما كان، مهما كان قائله، وما نلوموش الآيات والأحاديث باش تولي توافق النظرية تاعهم، لأن النظرية قالها قائل اليوم يقولها وغدوة ينقضها. يا إخواني الكرام السماء هذه، السماء هذه مبنية بناء بغير عمد مرفوعة بلا سوال، ومبنية بناء وهي طبقات إلى سبع سماوات وكلها سماء مبنية بناء محكمة لا يتطرق إليه أحد ولا يدخله أحد إلا بإذن من الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بين السماء والسماء 500 سنة، بين السماء والسماء 500 سنة، ماشي 60 سنة ولا بيش 500 سنة. والدليل على أن السماء مبنية وعندها بوابين وعندها ما يدخل حتى واحد إلا بإذن من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما عرج به إلى السماوات العلى مع جبريل عليه السلام، لما يطلع يقول يطرق السماء الأولى، يطرق يستأذن، يقول للبوابين تاع السماء الأولى من شكونه اللي راه يطرق، يقول جبريل،
فيقولون له: ومن معك؟ فيقول: محمد. السمع والنعمة، كاش الفوضى؟ الفوضى عندنا باش تجيبوا بني السماء ماهيش مبنية، وما كاش منها مبنية، بناء معقد ومرصد يصاد ما يعلم به إلا الله، وملائكة حافظ عليها ما تخلي حتى واحد يطلع إلا بإذن من الله. يقول له: من؟ يقول: جبريل. يقول: ومن معك؟ يقول: محمد. يقول: وهل أذن له؟ جاء الإذن باش يطلع ولا نزلت الأرض جبته؟ فهمتوا؟ يقول: نعم أذن له، يطلع، يحل له الباب، يطلع، يحل له الباب، يفتح له، وإلا والله ما تفتح. يطلع للسماء الثانية، يزيد يستأذن، يقول: من؟ يقول: جبريل. يقول: ومن معك؟ يقول: محمد. يقول: وهل أذن له؟ يقول: نعم، يفتحوا له ويزيد يطلع، وهكذا حتى الحق للسماء السابعة، وهو يستأذن ويفتح له. لو ما كانش مبنية وما كانتش موجودة، عبارة عن غازات، غازات تدخل يدك في وسط الغازات ما يصير لك ولا شيء. فهمنا كيف؟ كي تقول لي دخل يدك في الماء، بل هي مبنية يا إخواني الكرام ومرصدة، وفي نفس الوقت لها ملائكة يحرسونها وبوابين وغيرها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل ماهوش مجرد ما عرج به طار خلاص عشاف سماء سابعة، بل مرة الأولى والثانية والثالثة، وكل سماء يمر فيها يرى عجبا ويرى من الغرائب ما لا يعلمه إلا الله. فهمنا كيف؟ إذن السماء هذه اللي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في خلقها وفي عظمتها حتى نستدل بها على عظمة الله تبارك وتعالى، فكل عظمة تراها وتعجبك وتبهرك قوتها فاعلم أن عظمة الله تبارك وتعالى أكبر منها. الحاجة اللي تخلعك وتشوفها كبيرة وتشوفها قوية، أعرف أن ربي هو اللي خلقها، إذن ربي أقوى منها وأقدر وأعلم وأحكم. فهمنا كيف؟ لذلك سورة الملك، سورة تبارك، الذي خلق سبع سماوات طباقا، خلق سبع سماوات طباقا، هذه القرآن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلقة ربي ما فيهاش واحد يقول هاو في الهلال، ها يعود جم جهدي منه، ما ينجمش ينتقل واحد خلقة ربي مهما أوتي من علم ومهما أوتي من ثقة. كيف؟ فرجع البصر، يقول لك ربي يلا ما بغيش تأمل، شوف، فرجع البصر، لوح عينك وشوف، فرجع البصر، هل ترى من خطور؟ كاش ما تشوف كاش حاجة عوجة ولا مشقوقة ولا مفلولة؟ قل ها هو العوج هنا، هاي بالك، هذه عوجة، ما كاين. فرجع البصر، هل ترى من خطور؟ ثم ارجع البصر، كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أرمي البصر اليوم وغدوة وغير غدوة ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف وما تلقى ولو، تلقى أمر محكم، أمر معدل منظم، ما فيه حتى فلة، بدليل اللي خلقه أحكم الحاكمين وأعظم العظماء ألا وهو الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظار المشركين خاصة وأنظار جميع الناس عامة إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ثم بعد السماء أول شيء يلي السماء، حتى أن القضية هذه مرتبة ترتيبا منطقيا، السماء ثم تأتيها الجبال ثم تأتيها تليها الأرض، فهمنا؟ السماء بعدين الجبال بعدين الأرض، بعد ربي سبحانه ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال،
ما تكلمش على الأرض، الذي يطابق العرض السماء هو الأرض، ولكن لا، ولكن من ناحية الناظر إذا نظر إلى علو ثم ينزل بصره، ينزل بصره على الجبال ثم ينزل بصره إلى الأرض. فالله تبارك وتعالى رتبها ترتيبا منطقيا، السماء ثم الجبال ثم الأرض. بعد ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها ربي سبحانه، وفي آيات أخرى والجبال أوتادا. العلم الآن ثبت من قريب باللي الجبال هذه هم الأوتاد تاع الدنيا. فهمنا كيف؟ الآن راكم تشوفوا الأراضي هذه اللي تديها الأمطار اللي فيها تسيخ الأرض، يقول لك واش نديروا لها؟ يقول لك غرس الأشجار. كي تنغرس الأشجار العلوق نتاع الأشجار تتشابك في بعضها، يتحكم التراب هذاك ما تاكلوش الماء ما يدير. وإلا لو ما ديرولهاش هكذاك تضيع. واحد يكون عنده تراب طول المدة يضرب على ترابه ما يلقاه، وين راح دار وين؟ من كيف وراي صارت منه، جيت الخميس جيت الأربعاء جيت كذا، ادالهم من الواد ادالهم نص ترابهم. فمن كيف جرفهم جرفوا الماء وراح. الآن هذاك الرجل راح له ترابه ما يجيبش مغرب أخرى يزيد يعمر ويدير تراب واحد آخر راح له. وإلا الحل الوحيد هو إما يدير مثلا حجارة كبيرة سد منيع ويمليه بالتراب، وإما يدير غابة من الأشجار تمسك له التراب. طيب الأرض هذه ككل اللي خلقها ربي سبحانه، إيش كل اللي راه مرصيها؟ الجبال يا إخواني، الجبال الله تبارك وتعالى جعل لها أوتاد. وقد تكلم العلماء وعلى رأسهم شيخنا وأخونا الفاضل الشيخ الزنداني يتكلم عن المسألة هذه ويدخل في تجربة مع كبار العلماء في المسألة هذه. قال بحثنا في الجبال، لما تكلم ربي وقال باللي الجبال أوتاد، الوتد واش يا أخي الكريم؟ الوتد كلكم تعرفون. هل الوتد إذا لم يضرب في الأرض نصفه أو ثلثين ما يتسماش وتد؟ الوتد باش يكون وتد باش تربط فيه الدبيبة ولا تربط فيه الخيمة لابد إذا كان فيه نص متر تدقوا ثلثين وتخلي الثلث برا، ياك؟ لو كان تحطه غير في الأرض يقول هذا وتد، ما هوش وتد، الدبيبة تديه وتهرب به، فهمنا؟ والخيمة يجي الريح يديها، لأن الوتد راه في الأرض ما هوش غايس. هو تكلم جزاه الله خير، قال لما عرفنا معنى الوتد لابد أن يكون مغروزا في الأرض. قال الجبال هذه احنا لما نشوفوها باللي راهي محطوطة في الأرض فوق الأرض بين ربي 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 سبحانه، قال وتاد أو تادا والجبال أو تادا، راهي كي وتاد مضروبة ومغروسة هنا وهي وكذا قبضت الأرض ما خلاتهاش تمشي. بحثوا العلماء يا إخواني الكرام في الجبال، قال لك الجبل اللي نلقاو فيه مثلا يعني 1000 متر علو لابد نلقاو فيه 1000 متر تحت الأرض، أو 1500 أو 1200 كثر من نلقاوها تحت الأرض غايصة حجر. ماشي كيما نقولوا حنا فوق الأرض، لأن فوق الأرض الأرض تلعب تلعب تحت الجبل وتخلي الجبل وتروح، ولكن لما تكون غايص الجبل لهنا والجبل الآخر غايص لهيه والجبل الآخر غايص لهيه يحكموا الأرض ما يخلوهاش تروح. فهمنا كيف؟ لذلك ربي سبحانه قال أن تميد بكم الأرض، الأرض ربي سبحانه ضرب لها الأوتاد حتى ما تميت، حتى ما تمشيش بينا وتهمل وتروح وتروح للبحر وتتبعثر في الماء وتروح ونعيشوا ما نشوف ما نش عايشين. ربي سبحانه كي خلق قدر جعل هذه الجبال هذه ما جعلهاش يعني عبثا، وإنما جعلها لصحيح لمنافع الناس فيها، فجعل من الجبال هذا الأحمر وهذا الأسود وهذا الأبيض. والله بعض الجبال أنا شفتها بعيني بنفسجية، يعني كما تقول أنتم فاروسي خوخي، يتعجب الإنسان واش فيها هذه علم لله. لو يجوا العلماء ويبحثوا في هذه الجبال ممكن يلقوا فيها اليورانيوم ولا يلقوا فيها معادن طبيعية يعني ذات أهمية كبيرة وهكذا، والأخرى سوداء والأخرى حمراء مثل جبل أحد أحمر خالص من كيف، والأخرى سوداء وهكذا. يعني خلقها أولا باش يوتد بها الأرض،
باش لظمة العرش، بدليل أن العلماء بحثوا في الجبال فوجدوها بطولها في السماء وبقدر طولها في السماء، فوجدوها كذلك ممتدة في الأرض بقدر طولها في السماء. يعني كما راهي في السماء مرمية كما راهي في الأرض داخل غايسة في الأرض باش تمسك الأرض ما تخليهاش تطير. فهمنا كيف؟ إذن الأرض يا إخواني الكرام لو لم يوددها الله تبارك وتعالى بهذه الجبال وهذه الأوتاد لمادت بنا وضاعت وراها. ومش ربي سبحانه قواها بالجبال هذه وركزها ورب لها الأوتاد هذه كانت راحت وضاعت. وبعدين الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن السماء ثم تكلم عن الجبال ثم تكلم عن الأرض اللي رانا جالسين فوقها، وإلى الأرض كيف سطحت. انظروا الأرض كيفاش مسطحة وكيفاش ممتدة على ما يرى الإنسان عينه كلها، يعني ممتدة على طول بسيطة. هذه الأرض هذه ما جاتش عبثا، من خلقها ومن بسط هذه البساط كله ومن وسع هذه التوسعة ومن مدها هذا التمديد كله؟ إذا نرجع الإنسان يرجع إلى القدرة الربانية، يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام هذه كلها أدلة كونية. الإنسان المؤمن التقي النقي عنده أدلتين، عنده أدلة قرآنية يقرأها في الكتاب والسنة، وعنده أدلة كونية يراها في السماء ويراها في الأرض ويراها في المخلوقات ويراها في نفسه مصداقا لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى، أفلا تبصرون؟ لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بمعائبنا، وأن يبصرنا بتوحيدنا، وأن يرجعنا إليه رجعا جميلا، وأن يردنا إليه ردا حسنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والإسلام، وأن يميتنا عليه ما إن شاء الله، وأن نلقى سيد الأنام سيد الموحدين إن شاء الله حتى أننا شفاعته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.